الحرب هي بكلمة مختصرة بسيطة هي عبارة أنك تفقد كل شيء في لحظة. يعني بتحسها قريبة. هلا هي الحرب طبعا تعمل نكبات ومحن للكل، وفي أحيانا بتظهر فيها نفوس الناس. ليش؟ لأنه بتصير بتوجه لك الملامة إن أنت مثلا، لأني بسبب الأزمة الكبيرة بتعيش فيها بتصير أي إنسان بيوجه لك ملامة لسبب بسيط أو عدم. هذا الكلام بيخرج عندك عامل معين لأنه ظرفه بيكون صعب، أنت ممكن تخلق له عذر، ممكن الآخر ما يخلق له عذر. فالحرب إنك تفقد لا شيء في لحظة واحدة. يعني أنا ممكن أشبهها هي للموت بس مسبق. أنا اسمي الدكتور سامر شيخو، أنا من سوريا مدينة حلب. قبل الإيدائي أنا درست معهد طبي مخبر، بعدها كملت كلية الطب أثناء وجودي وعملي بمجال المخبر في مدينة حلب. بعدها قمت بعمل اختصاص، كان عندي عدة مخابر بمدينة حلب في مناطق الحمدانية السكري، عندي مخبر مشفى الوفاء، طبعا كان عندي كمان مخبر نقابة المعلمين مدينة حلب أخذوا آخر فترة استثمار. كان في عدة مشاريع مجال، عندي عدة مشاريع طبية بمجال العمل الطبي بمدينة حلب. جيت لتركيا هون من فترة بسيطة. عائلتي، أنا متزوج عندي 3 أولاد، بنتين وصبيين. البنت الكبيرة عمرها 11 سنة، الطفل الأصغر الشاب الأصغر عمره 7 سنين اسمه عبد الجواد، بنت صغيرة أصغر عمرها سنة ونص اسمها إسلام. عندي طفلة صغيرة اسمها إسلام، هي ولدت لما كانت الدبابة عم تقصف تحت بيتي. يعني كنا في منطقة اسمها صلاح الدين، في الحدود أطراف الجبهة بصلاح الدين، فبيتي كان على حد جبهة تماما وطابق أول، فارتفاع الدبابة كان مماثل تماما لارتفاع بيتي. فكانت الدبابة، وكان هداك الوقت تمت ولادة بنتي سبحان الله. فهالبنت بسميها أنه بنت، يعني حتى سميتها إسلام. ليش؟ لأنه اعتقدت أنه هذا الوجه الجديد للإسلام، أنه راح إن شاء الله من خلال الأزمة راح يخلق عنا معطيات جديدة لدين جديد راح ندخل فيه إن شاء الله، ونكون فيه نحقق فيه اللي نحن يمكن جيل نحن ما حسن نساوي، جيل جديد ممكن يحسن يعمل. أنا بشكل عام فترة حياتي كانت جدا الحمد لله كانت موفقة بشكل كامل. أنا بديت بكوني كنت فني مخبر، وبعدها طورت بشكل الحمد لله سريع ومتواكب. كان عندي عدة مخابر، بيتي كان موجود بشكل كامل، منطقة كتير جيدة، عندي سيارتين، شغلي متقدم لقدام، بوسع نشاطات عملي بعدة نشاطات. كان شغلي بشكل عام الحمد لله جيد، يعني نوعا ما كان عندي مشاكل، ما كان عندي اي نوع الحمد لله تواجهني ابدا فضل الله بالمشاكل. فانا خسرت كل شغلي في مشفى حاليا، هو بمنطقه يعني بنحسن نعتبرها جبهه، فما حدا بيحسن يصله، ما بعرف عنه شيء. مخابري الثانيه دمرت، في عندي مخبر بالسكري دمر تماما، المخبر بالحمدانيه فضوه تماما، سرقوا بكل محتوياته الموجوده فيه، ما عاد أحسن أتواصل أو أحسن أصل لهنيك أبدا. بيتي فضوا تماما وأخذوه، حتى يعني توضعوا فيه مثل نقطة عسكرية موجودة فيه. سيارتي تنتين ما بعرف عنهم شيء، أخذوهم تنتين ما بعرف عنهم شيء. أنا أول ما خرجت من سوريا تعرفت على طبيب عراقي الأصل موجود هون بتركيا، بس صار له فترة طويلة حوالي 25 سنة. فأنا كنت معتقد أنه الأزمة السورية ممكن تستمر أشهر أو شهرين أو ثلاثة وأنا أرجع مثلا لعملي وشغلي تماما. فهو نصحني نصيحة، قال لي أنا أول ما خرجت من العراق كتير تعذبت، بدي أنصحك تختصر سنوات طويلة من عمرك. إني أنا اعتقدت إني أنا ممكن أرجع خلال فترة بسيطة وأرجع أبني شغلي اللي كنت بيني قبل. قال لي أنا بدي أنصحك، أنت افترض تماما إنك حاليا بتركيا راح تستمر فترة طويلة من الأمد وتبني حياة جديدة، لأني ما بتعرف بأي لحظة إنك ممكن تجي. أنت داخل على مجتمع جديد، إذا ما قدمت له شيء جديد أو بنيت له حياة جديدة ما رح تحسن تعمل شيء لقدام. ولا فعلا أنا أخذت بكلامه وبدأت أبدأ بحياة جديدة. طبعا هي واجهتني صعوبات كتيرة، كوني أنا بالأساس كان عندي شغلي المعين، وكان وضع مخابري بشكل عام متفاوتة من يعني وضعي المادي مختلف تماما. فجيت هون أنت ممكن لك بالبداية تبحث عن أي عمل تشتغله لبين ما تحسن تبحث وتعرف مجال الطبي، هون تحتاج أنك شهادتك تتعدل وهالكلام ممكن يكون صعب.
في البداية، فبدك تبحث عن أعمال بعد حتى تثبت جدارتك في مجال معين حتى تحسن ترجع تشتغل مرحلة مرحلة. هذا الكلام بشكل عام بتركيا يعني جزاهم الله خير كتير ساعدونا في الموضوع هذا، انه انت بيعطوك الفرصة انك تبدأ جدارتك وانك قادر على عمل بشكل دائم. هذا الكلام بيقدم لك الامام مدى كبير، بيعطيك مدى انك انت اذا حققت عمل جيد رح الناس تكرمك وتعطيك حقك تماما في هالكلام هذا. فهالموضوع هذا بالذات في تركيا بشكل عام كتير كتير محترمين بهالموضوع هذا، انت بيقدروا عملك جدا، يعني بيعتبروا انه عملك انت بقدر ما انت عم تقدم عمل لهم بقدر انت ما محق لك انك تتكرم عندهم. هذا الكلام طبعا لانه حتى في ديننا في الاسلام بيقول لك انه العمل له دور كبير كونه واجب وفرض عليك سواء كان امام عائلتك او امام نفسك حتى بشكل عام. الشعب التركي، انا اول ما جيت لهون على تركيا الشعب التركي ودود كتير وكان محب وكان هو عطش ليشوف شو الثقافة السورية بشكل عام وشو المجتمع السوري ايش في عنده شيء جديد. طبعا هذا الكلام فيه تفاوت بس بشكل عام هو الشعب ترحب فينا كتير واكرمنا وجودنا هون بقدر الاستطاعة وبقدر المقدرة. هلا طبعا بهالكلام ما بقول لك انه هذا الكلام ما في نقاط سلبية، في بعض السوريين طبعا اساءوا التعامل مع الوضع الحالي، هذا الكلام وجه خلى بعض الاتراك ياخذوا نظرة سيئة عن السوريين بشكل عام، وخروج بعض السوريين من المناطق احيانا بشكل غير طبيعي وظرفهم الصعب كتير اللي خلاهم بعضهم يتصرف تصرفات للأسف يعني ينتهي لها الجانبين، يعني هذا الكلام خلى الأمور شوي تكون لقدام صعبة. بس بشكل عام الشعب التركي كتير أحق فينا وأكرمنا، يعني أنا بقول لك أنه في حتى بعض الشعب التركي أكرمنا أكثر من بعض الشعوب العربية المجاورة لسوريا من مثل لبنان والأردن والعراق والمناطق الأخرى. Hakan Bey, Samir Bey ile tanışıyor musunuz siz? Hayır. Hakan Bey, Samir Bey Suriye'den savaştan kaçıp da Konya'mıza gelen din kardeşlerimizden bir tanesi. Evet. Evet. Görevi nasip olursa burada doktorluğa başlıyor. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Diğer Suriyeli kardeşlerimiz gibi Samir kardeşimizi de aynı şekilde kollayıp gözeteceğiz yani. İnşallah inşallah. Görev ne doktorlukta? Bölüm ne sizin? Vallahi benim burada yani ötürüyorum yeni geldi. Evet. Benim böyle şu hematoloji. Hematoloji çok güzel, evet, çok güzel. Evet. Önce ben laboratuvar Suriye'de. Evet. Yeni geldi. Vallahi burada ötürüyorum. Kendi işiniz var Suriye'de. Evet. Ben o çok var. Güzel, çok evet. Güzel. Türkiye'ye göç ettiniz artık. Evet. Maşallah. Direkt Konya'ya mı geldiniz yoksa? Yok, ben önce gittim İstanbul'da. Sonra bir ay burada oturuyorum. Sonra ben geldim, yeni geldim Konya'ya. İstanbul'da ne kadar kaldınız? Valla bir ay. Bir ay kaldınız. Evet. Peki size yabancılaştırma var mı? Yani evet. Siz Suriyelisiniz veyahut da biz Türk'üz diye bir sıkıntı veriyorlar mı? Yok yok, valla her şey burada. Ben oturuyorum. Maşallah. Her şey iyi, hamdülşükür. Her zaman muvaddet, sohbet, yani her şey iyi. Yardımcı oluyorlar yani. Evet. İyi, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Peki çocuklar Konya'ya nasıl alışabilir mi? Yani sen alışabilir misin? Valla zaten yani sizin biliyor yani. Ben zannettim yani çocuklar gelecek değil Suriye'de. Evet. Burada rahat, evet. Dil sıkıntısı yaşıyorlar mı? Veyahut da diğer çocuklara bir sıkıntı veriyor mu? Türkler? Yok, evet. Vallahi her şey iyi. Yok, sorun yok. Yardımcı oluyorlar. Evet, yani. Vallahi çok... her zaman sözü çok iyi sohbet. Sorun yok. ببلش عملي لغتي التركية بحسة كل ما لعب تتطور كوني وجودي هون وعم بتحادث أنا مع أشخاص أتراك الطبع الودود اللي عم تقدمونا فيه الأتراك الترحاب الكبير هذا عم بخلي حياتك إنك تبدأ بحاجة جديدة وإن أنت مرحب فيك هون. هذا الكلام بيعمل لك حاجز من الثقة وبيبدي لك إنك لازم تعمل شيء جديد تقدمه بالمقابل لهالناس اللي أكرمتك اللي عملت معك شيء كفي منيح. يعني أنا النقطة يعني أنا كتير كانت كلمة حلوة لما اعتبرنا الشعب تركي انه نحن مهاجرين واعتقد انه هن الانصار. هذا الكلام له دور كبير بحياتنا وعمل عنا جهد يعني كثير هيك لمسه حقيقيه. فهذا الكلام انا من باب اولى انه نحن ناخذ معنى مبنى مفهوم الانصار والمهاجرين. نحن ناخذ بالصحابه تجربه بسيطه. الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما هاجر للمدينه مع أنه هو طبعاً تشترط عليه قريش أنه يترك كل ماله، كان من أسرياء قريش، ترك كل ماله وهاجر للمدينة. فلما إجى للمدينة الأنصار
طلبوا منه انه اشي قدموا له اشي يعطوه، قال له هو رفض ما بده شيء ابدا، اقترض دينارين فقط، قال لهم فقط دلوني على السوق. انا نفس الشيء بقى، انا من وجهة نظري ما بعرف اذا كان في بعض المثقفين موجودين سوريين موجودين هون، انه فقط بنقول انه دلوني على السوق. يعني انت كان انا سوري جاي لتركيا، انا بعتقد انه اول اوليات اني انا اشتغل، لاني انا اذا اشتغلت ممكن اعود اتعالج، ممكن اتعلم، ممكن اخذ بيت، ممكن اعيش بحياه طبيعيه، ممكن اقدم فائده لتركيا اللي احتضنتني واستفادتني، سواء هالفائده كانت علميه او عمليه او تقنيه او كان بكافه المجالات. فانا كلمه دلني على السوق، انا رايي لو كانت نحطها هيك بداخل اطار كبير، وانه الحكومه التركيه انه تشوف انه هذا السوري الموجودين عندنا اللي عنده كفاءات معينه ان هي ممكن تستفيد منه يحقق له شيء جديد لقدام، انا رايي هذا الكلام من باب اولى، لانه راح يكون اذا ما اشتغل راح يكون عبء على الحكومه التركيه بجهه، وعبء على المواطن السوري بشكل عام. مجال عملنا هون حاليا، انا اول ما جيت لتركيا بدات بدوام بعمل بمشفى قونيا هوسبيتال في مجال مخبر، كوني انه اختصاصي الى تشخيص مخبري. طبعا هذا الكلام بعد ما حاولت كثير موضوع التعديل الشهادي اللي انا حصلت عليها بسوريا، واجهتني عده مشاكل، بس الحمد لله فضل الله يعني كثير يعني بشكل عام الشعب التركي كثير ساعدنا بهالموضوع هذا، ويعني حسنا نتجاوز بعض العقبات. طبعا هي في مشاكل كثيره راح تواجه السوريين بشكل عام، طبعا اجباري، بعتقد هذا الموضوع اجباري، لانه باي مرحله من مراحل الحياه راح تكون في عندك صدمات انك تغير من مرحله من حياه لحياه جديده، كونك انت طلعت من مدينة او من ثقافة معينة لثقافة اخرى. بنتهي الدوام بتوجه لعائلتي وبيتي، بحسن اخذ مثلا اطفالي لمكان معين انزهن، اعوضهم عن يعني الظروف العاشوه اللي كانت صعبه نوعا ما في سوريا. انت بتعرف الكلام هذا، يعني انا احكي لك على شغله بسيطه، يمكن انا من اشهر بسيطه اخذت اطفالي المتنزه، يمكن طفل صغير اسلام من قبل ما وقت ما طلعت من سوريا حتى ما بتوعى شيء اسمه متنزه او كذا، كان بتقول لك يعني هي تمت ولادتها وكانت الدبابة عم تقصف جنبنا. بشكل عام انت لما بتقرر انك تخرج برات بلدك وتفقد يعني اللي انت اشتغلت فترة طويلة عشان تأسسه كشغل كعمل ككذا، وانك تفقد كل شيء كان موجود عندك، فانت بتخرج بسبب واحد فقط، انه انت عندك اطفال لازم تنميهم بشكل صح، يعيشوا بيئة صحيحة، ينمو تربية صح ليتعمل جيل جديد. يعني انا باخذ من تجربة التاريخ مثال بسيط جدا، الإمام الغزالي أول ما قام بده يعمل ثورة جديدة في المجتمع لما كان في فساد كبير، قام شاف إنه المجتمع كان في عنده بدرجة معينة كان في فساد كبير كتير، فشاف إنه أول شيء من باب أولى إنه يعمل جيل جديد يخلق فيه فكر متطور، يخلق فيه فكر حضاري لقدام، فكر مسلم حقيقي يآمن بالانفتاح بشكل عام، إنه نحن بالأخير مسلمين منفتحين على بعضنا، بنعتبر حالنا أخوة حقيقيين. فهذا الكلام بعده هو الخلق من بعده جيل صلاح الدين اللي قام بتحرير القدس. فأنت لازم تبني، إذا ما كان جيلك قادر أنك تكون تعمل شيء بجيلك، أنك تبني جيل يعمل شيء لقدام، لخطوة لحياة جديدة تبعدك نوعا ما عن الحياة الحرب اللي أنت عايش فيها. أنا بدي أحكي لك شغلة بسيطة عن ولادة بنتي. بنتي الصغيرة، أنا فكرة في الحرب ما قلت لك والأزمات بتخلق عندك عواطف جديدة، أنه أنت ولدت مرحلة أزمات شديدة، انك لازم تتعايش مع ظروف الراهنه بعدم وجود الماء الكهرباء اي شيء متوفر حاليا عندك. فهذا الكلام انت بتحاول تبحث عن اي امل. هالبنت الصغيره اللي هي ولدت تقريبا بالشهر الخامس بال2014 تقريبا حسب ما اذكر، بتبعث لك على روح جديده في الحياه، بتحس انه اعطتك منحة جديد لحياتك، انك في هدف، انه هالجيل هذا الجديد اذا بنى صح راح يعمل افكار جديده حره، تكون طليقة محررة من كل قيود، ما بتكون متعصبة لشيء معين أو حتى متحررة بشكل بالدرجة أنه تشعر فيه أنه بدون قيود. هذا الكلام هو اللي بيبعث لك في الحياة من أول وجديد، بتشعر أنه أنت لحياتك قيمة كبيرة، لأنه من خلال تجدد الجيل الجديد اللي عم شوف الأزمات اللي عشناها نحن والحرب اللي صارت جديد موجودة عنده،
يعني أنا أحد الأشخاص ما كنت أتخيل بيوم الأيام إنه سوريا أو حتى حلب مثلا بشكل عام إنه نحن نوصل. كانوا يقولوا مثلا إنه راح يصير في معارك عنا وصراحة ترسون في حلب أو كذا، بس ما كنا نتوقع على المرحلة هي إنه نحن نعيش بحس إنه نتمنى إنه نرجع أي مرحلة. لا، أنا أحد الأشخاص ما كنت أتخيل بيوم من الأيام إني أخرج برات بلدي أبدا ولا أعيش بنفس الظروف. أنا اسمي ضياء رفاعي من حلب، عندي 4 أولاد شباب. ما أنا كنت بحلب ساكنة بالحمدانية. والله كنا كتير مرتاحين، يعني عايشين عيشة حلوة، يعني حلوة. كنا نروح المنتزهات كل يوم جمعة مثلا، نطلع ندور نروح مزارع نروح ندور، يعني كان عندنا كل واحد سيارة، أنا عندي سيارة، أولادي عندي سيارة، كنا عايشين عيشة منيحة. وصارت الحرب تغيرت أمورنا كلنا، وما يعني صار كل واحد يعني منه راح، يعني من اجوا لهون وانا ضليت بسوريا ورجعوا بعده لحقتهم، وحتى جينا لمينا بعض هون جينا لهون. والله انا ما حسنت اجي، يعني هلا كانت عم تولد اسلام وانا عم تجي اسلام، وانا كنت ببيتي ما احسن اجي، لانه بدنا ليل وما بنحسن نطلع طاول والضرب شغال، ما كنا نحسن نطاول نطلع من البيت، ما نحسن لانه عتمه كثير، ما في اضويه، ما في كهرباء، يعني ما في شيء. واروح لعنده ما في، ما عندي، عندي كان ولادي من هون كلهم اجوا لهون، انا وحدي ما احسن اروح يعني اشوفها، يعني ما بقى لا مي لا كهرباء، لا يعني مي كيف، ما في كهرباء، ما في دقم الدوم، عتمه ما في شيء، كل شيء ينتزع بعده. يعني حتى صار حال يعني قطعوا علينا المواد الغذائيه، مثلا الخضره تجي لعنا، صار حصار علينا بحلب هيك، يعني شوي صار في عذاب كثير. يعني أيام لا تذكر، أبكي ليل ونهار، أبكي ليل ونهار، أقول أولادي 2 هربوا و2 صاروا بالسجن، أبكي أقول خلصوا أولادي، أقول أولادي خلصوا، ما بقى أحكي إلا أقول أولادي خلصوا، ما فيهم، أمشي مثل المجانين بالشوارع، أرقد لهون أمان بس إنه أشوف أولادي، أعرف وين أولادي. حطيت مصاري كتير نفس الشيء، ما في، ما استفدت شيء طاول، لوقت ما طلعوا لحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ابو عامر، شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا دكتور، شو امورك؟ الحمد لله، كيفك انت ان شاء الله بخير؟ والله الحمد لله بامانين، كالعادة. الحمد لله، الله يخليك. شلون اموركم؟ والله الحمد لله، الحمد لله بامانين. خبز في عينك؟ ان شاء الله. انا بطين اذا في مجال. تكرم عينك. سلم ايديك. الله يسلمك. سلم ايديك. سلمون، سلم ايديك. الله يعطيك العافيه. الله يرضى عليك. السلام عليكم. اهلا دكتور. سلام عليكم. سلامي، الله معك. مع السلامه. انا رايي دائما ما بتخلق يعني الحاجه ام الاختراع. انا رايي بعد الازمات دائما في فرج كبير. انا باعتقادي الازمه السوريه كشفت النفوس بشكل واضح وخلتنا نعرف نراجع حساباتنا مع حالنا. فهذا الكلام انا رايي بالامام راح يعمل لك ثورة جديدة بالمجتمع التركي، انه يعرف انه يطلع على الثقافة السورية، انه ايش بقول، واطلاع السوريين على الثقافة التركية. هلا نحن قبل الحرب يمكن في تبادل بين السوريين والاتراك، بس انا بعتقد الازمة قوتت علاقات كتير، زادت روابط المودة، زادت الالفة بين الطرفين، صار اعتياد كامل بيناتهم. يعني انت في نقطة لازم التاريخ كمان بيعد لك نفسه، انه نحن هالمنطقة هي كان بالذات كانت عايشين سوا لفترات طويلة، سنين طويلة. فهذا الكلام يعني الله سبحانه وتعالى ظاهر بده يجدد شيء جديد، يعمل فعلا نعمل أمة إسلامية حضارية. تعال شوف يا بابا، تعال شوف السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. فاضي اطلب منك؟ تفضل. اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. في عندي شوي مشكله صحيه. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. يا امين. سلام. اهلا وسهلا. يا رب. سلام. تفضل. تحت. يا اهلا وسهلا. كيفك دكتور؟ يا اهلا وسهلا. خليك. شلونك؟ الله يسلمك. والله الحمد لله رب العالمين. فين ان شاء الله؟ والله صاير هون معي اول شيء ارتفاع حراره. ايوه. وصاير في شويه عصبيه بصير معي يعني. فنصحوني قالوا لي روح على الدكتور. رحت على مستشفى نمنا هستانه، سويت تحاليل قالوا لي في معك غده. فقلت حبيت انه اجي على الدكتور يعني يكون شو تكرم عيني.
من ايمت المشكله هي عندك؟ والله صار لي شيء 3 4 ايام. انت شفت يعني ايدك عجزت؟ ضغطك بالحاله بالعاده بتحسه بيطلع وبينزل او كذا؟ والله انا شايف الضغط في شيء في دخان بدخن؟ بدخن كثير؟ احيانا شوي بحس بدوخه بكثير؟ لا قليل والله في شوف كثير ايه؟ يعني كيف اليوم؟ باكيت باكيت ونص باكيت ونص من اي متى بتشتغل بالاعراض؟ تقريبا شيء 4 ايام 4 ايام طيب بتكشف كان ظهرك بعد اذنك؟ بدك تاخذ نفس مثلي انا هيك وتعيب لفتره طويله ارفع كمان شوي بعد اذنك حاليا بدنا نعمل تحاليل معينه ايوه بنسوي ان شاء الله بنشوف النتائج التحاليل على اساس مقرر ان شاء الله ان شاء الله تعالى يا اهلا وسهلا الله يسلمك الله يبارك فيك الله يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا يسلمك والله بتمنى الاستقرار نرجع لطبيعتنا ونرجع لبلدنا ونرجع نرجع ما بقى في لا هالمشاكل ولا هالضرب ولا هالشيء وعيش يعني كل واحد يعيش ببيته ويعرف انه بيته يعيش يعني هون ما تواخذني يعني مهما كان بس بيت مو بيتنا اجار ندفع له لي يعني هون والله بكله كل شيء والاجار يعني والله الاجار يعني عم نحط فيه كثير كثير عم نحط يعني ما عم نتحمل يعني ما يعني شوف اكل والشرب عم بمشي ها يعني من هون عم نعيش بس اجار عنا كثير كثير صعب يعني هون هنيك بيتنا نحن ما في اجار ما في شيء بنعيش يعني بنعيش بشكل يعني كثير عادي طبيعي الاجار لانه بكسر كثير بكسر يعني رمضان بحلب بشكل عام له نكهه خاصه بحلب فكثير هيك لي شوق انه هنيك انه ارجع اعيش برمضان الايام الرمضانيه وشون نتسحر وفي على الفطور وفي على السحور فبعتقد كانت الى الفه الى وضع خاص يعني طبعا هو كل بلد له نكهه خاصه هذا شيء طبيعي وحتى كل عائله يعني مو شرط ممكن انت تفتقد او تشعر بحنين لها في اي لحظه من لحظات حياتك طبعا تجمع العائله عائلتي القديم يعني انه كنا نحن كل جمعه مثلا نتجمع كعائله كبيره نتجمع في بيت واحد نتسامر ونتناقش ونتحاور وممكن هذا الكلام لما بتفقده وبتحس يعني هلا انه مجرد وجودك مع اخوتك يعني شغله كبيره من دون ما يكون فقط واحد منهم بالحرب يعني هذا الكلام راح يعني بحسك انك فقدت جزء من كيانك امتى تيجي مرتك من اسطنبول؟ والله ماما يمكن خلال الاسبوع القادم ان شاء الله تيصير لهم طلعت تسوي اوراق بتسوي مشان الجنسيه يعني يمكن هلا تمشي الاوراق خلال الاسبوع القادم ان شاء الله تجي شلون ساري وورد صافي عم تشتغلوا؟ لا والله ما في شغل ما شغال ولا ما شغال في شغل دوروا كثير ما لهم كنت شلون شغلك؟ والله الحمد لله ماما يعني بدي اشتغل هلا باي مجال بس عم بحاول يعني بتعرفي هلا افضل من وضع السوريين اللي عم يهزوا الهوله والدوله وشغل يعني بشكل عام بس الحمد لله الوضع جيد يعني ان شاء الله بنحاول نشتغل باي مجال هلا حاليا ان شاء الله يصير الله يعني هلا نحاول ودوروا اجت مكان ما دوروا ما في لانه بقول شهاده ما في ما واحد لو كان عمل حر معلش بس شهاده ما في شهاده ما بحسن الشغل والله حاليا يعني ان شاء الله حتجيب لك الادمان قدام ان شاء الله ممكن ان شاء الله ان شاء الله تيصير ان شاء الله ان شاء الله يا رب بابا سلمت على نانا سلمت على نانا يا بابا الله يرضى عليك يا بابا الله يرضى عليك تمام يا بابا